شو نبدأ بكريم غازي. أولا كريم غازي من الناس يتكلموا على لماذا ما وجدوش الدعوة للاعبين الدوليين السابقين، هذا شطر دوك نولي ليه. الحاجة الثانية أنا جوبونس كريم غازي سي مال اكسبريمي، كيتكلم على ما لقاش مع الشعب. جوبونس أنا النية تاعو ما كانش حاب يقول هكذا، قراءتي هو حاب يقول أنا لاعب دولي كان لازم نريح في تريبين عادية، نريح في تريبين خاصة بالجوار انترناسيونال، هو خانو التعبير فهم على انه يتكبر على الشعب، هذه قراءتي. ولكن انا سانسيرمون انا بور مو هذه تاع دعوة اللاعبين السابقين بور مو سي فو بروبليم، ونعاودوا نحوسوا شكون لي زونسيان جوار اللي احتجوا. انا الاحتجاج اللي شفت اللاعبين داخل الستاد، يعني كانوا اصلا انفيتي، يعني ماشي عدم دعوه اللاعب السابق، عدم تخصيص منصه خاصه للاعب السابق، يعني الاحتجاج صار داخل البرقي. سا سي سي يعني سي انادميسيبل بور موا، لانه في وقت سابق ما كناش نسمعوا غير انا ما سمعتش في مناسبات اخرى انه استدعوا اللاعبين الدوليين السابقين. بتات ما صراتش. جو بونس يفالي نشوفوا لو كوتي بوزيتيف. لا موتي بلان دو فير ماشي لا موتي في دو فير. واحد عرضك قيمك، عطاك قيمه وعرضك، تفكرك على الاقل تفكرك. ما تلحقش لما تقولوا لا انا حطني في اي بي ولا في اي بي. سي ان بو سي بو شويه شغل سي تندك سي تزال. بور مو باحترامي للاعبين السابقين، هذه واحده. اثنين، شحال من لاعب دولي من 62 اليوم سابق؟ بالالاف. شحال؟ بالالاف. سمعت دحل بهدر، سمعت جو سي با انايا، جو سي با انا هاو لاعب سابق معنا لو شان هذا يتلعب عندك في بلادك يتلعب عندك. جو سوي اونتيرمون دافور. معليش رايك الشخصي فيصل، ما حابين نهضر بعد. معليش نطرح السؤال وجاوبني باش نصير نحلوا المعضله هذه. الحل هو باين. شحال كاين لاعب؟ شحال كاين لاعب دولي سابق؟ لا تحوس لانه مستحيل عندك اربع ملاعب. اسمح لي، عندك مباراه واحده، عندك ملاعب. معليش كاين، الله يخليك. تفضل. كريم غازي مع احتراماتي ليه عنده فيراج في المنتخب الوطني، قال لك انا لاعب دولي سابق ديال الزقولي. صافي دير كل اللاعبين اللي لبسوا المايو تاع ليكيب ناسيونال لاعب دولي سابق، سي صا، ومن حقه، من حقه، لو تيتر عنده. نعطيك سؤال وجاوبني عليه. معليش شيخ والله باش ما تهربليش، جو سوي سانسير. كم من لاعب دولي سابق ب 62 لهنا؟ مثلا اعطيني 100 200 500 1000. معليش صح يا واحد، معليش بوزيت لي لا كيسيون، جو دو تي ريبوند، لازم نقول لك. دوك شوف، بوزيت لي لا كيسيون. لاعبين تاع المنتخب اليوم جينا في بون جو روفيان برك في حاجه برك باش ما ننساش. كريم غازي اي سي مال اكسبريمي. كريم غازي فولي دير قال كيفاش الناس هذوك في لا تريبيون اوفيسيال عطيتو لهم لي زانفيتاسيون وحنا ما عطيتوناش. هو شعبي، انت نقول لك سامحني، هو وليد الشعب ويحب أكيد يحب يعني. المنتخب تاعنا ويحب اي سي مال اكسبريمي. هذا سي وليد الشعب وعاقل وليد فاميليا وكل شيء، هذه سي بون ما نخرجوش منها. تاع هما الناس وشافت لي زونسيان جوار وشافوا الناس اللي قاعدين في المنصه الشرفيه، هذا ما كان قال شكون هادوما، واحد ما يعرفهم في المنصه الشرفيه. جاوبني ونعاود نولي لك. شحال من لاعب دولي؟ معليش نقولوا 1000. تبعني 1000، تبعني 1000 والله. انا المنظم. انا اليوم حنا في نيلسون مانديلا كاين، نقولوا تمد دي زانفيتاسيون، نقولوا بور لي زونسيان انترناسيون تمد 50 ولا 30، تروح لوهران تمد 50 ولا 30، تروح لقسنطينه تمد 50. علاش 50؟ علاش ماشي 550؟ علاش؟ لا مستحيل تولي في 550. ما عادش تفرى، ما عادش تفرى. كيما راح تفرى يا الشيخ، كيما راح تفرى. انا جو بونس، سمحوا لي اللي كانوا في الستاد احتجوا، لو كان واحد ما زقاولوش واحتجوا والله نقدر نفهم لا ليميت.